بس بأماكن متخصصة. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيفك؟ تفضلي. أهلا وسهلا. تفضلي منا. شكرا. أهلا وسهلا سوسن. والله يا أمجد بدي خبرك أنه أي شيء أي شيء بيلمسوه البنات بشكل عام بيعمل منه تحفة فنية. صح. ونحن الخشب يعني عملنا منه كل شيء وأشياء ممكن مبتقرة. يلا بخاطرك مع السلامة. يسعد صباحك سوسن. صباح الخير. خبرينا شوي عن إبداعاتك بالخشب وعالم الخشب. الخشب معروف أنه هو مادة صلبة قوامة متين، بس نحن حاولنا نعمل كل جهدنا أنه هالمادة الصلبة المتينة نطوعها ونعمل منها أشياء كتير متنوعة خارج إطار الأساس المنزلي وكل القصص المعروفة اللي كنتوا هلا عم تحكوا عنها. يعني نحن من خلال الخشب هذا عملنا أشياء كتير دخلناها بحياتنا اليومية حتى كمان، وصارت متناولة بجميع المستويات. يعني كل واحد ممكن يكون عنده قطعة مميزة من الخشب والصدف يستخدمها ويشوف حاله فيها كمان انه هو مقتني هيك قطعة. الله. بس سوسن انا قبل ما ادخل معاكي في تخصصك واسألك عن الاشياء اللي انت عاملاها، حابة استعيد معاكم كلكم نقطة بس بسيطة. زمان كنا بنشوف انه الخشب ده شيء عظيم بالذات في جهاز العروسة نور. يعني انا هكلم مثلا عندنا في مصر نجيب الانواع، لا انا هاخد الخشب الزان ولا البلوط ولا ايه وهسافر له بلاد عشان اجيب النوع الخشب المظبوط. دلوقتي بقت حياتنا سريعة جدا، انت ممكن تطلبي اي حاجة اونلاين. صح. ازاي نقدر نرجع اصلا يا سوسن الثقافة دي تاني، الاهتمام بالخشب والطبيعة؟ هلا هذا الشيء اللي انا عم بشتغل عليه. انا انطلقت من هون 3 سنين تقريبا بدبي. انا كنت بالبدايات بدمشق، كان عندي يعني اسمي وموجودة بدمشق، بس انا من 3 سنين وقت جيت لهون لدبي هي الشغلة اللي كنت انا عم فكر فيها وكانت هاجس عندي. كيف بدي أقدم الخشب بثقافته هلأ للثقافة هلأ، لأنه مثل ما حضرتك تفضلتي أنه قديم، أنه كل ما بتحكي خشب الزان الخشب هذا المتين بيقول لك إيه هذا قديم خلص، يعني هلأ بدنا القطع العملية. صح. أنا كان كل جهدي اللي عم بعمله بس حتى الواحد يفرق بين الخشب هذا كمصنعية وكمتانة وكصمود مع الأيام، وبين هلأ هذا المتداول اللي ممكن نحنا نستعمله بسرعة وخلص نغير. حلو حلو التجديد حلو، بس نحنا ممكن على طول نضيف مع هالشي اللي نحنا عم نغيره على طول نضيف قطعة إلى قيمتها إلى متانتها إلى برستيجة خليني أقول صحيح. إلى تميزة حتى ضمن هالأساس هذا اللي أنا حاططه بتضيف وبتعطي كمان جمالية أكتر للمكان اللي هي فيه. مزبوط. وبتفرض حضورها حتى كمان. مزبوط. سوسن ذكرتيني بديزاينات الطاولات الترابيزات المدورة. تمام. الخشب اللي خالص خشب مش موجود فيها الصدف. بعتقد انه يمكن اجت لك وحي بفكرة انه والله اضافة الصدف بهاي الطاولات. بعتقد كمان انه نالت شهرة او ترند انه صارت الطاولات يجيبوها خشب لانه بتدل على التراث وبتدل على الماضي بتدل على انه هيك طاولة انيقة. هل جربت عملتي ترابيزات عليها صدف؟ هلا بالنسبة للصدف، نحن الصدف هو كصناعة صناعة كتير قديمة ولا تراثة ولا عراقتها، يعني عمره أكثر من 500 سنة كان متواجد ضمن المنتجات الأساس المنزلي وهيك، كان متواجد حتى كمان بالطاولات. بس نحن اللي عملنا نحن عم نعمل هلا ديزاينات حديثة تتناسب مع عصرنا هذا. يعني نحن جبنا هل عم نعمل ميكس، يعني خلينا نقول بين هالشيء القديم بي هو بعظمته وجماليته مع الشيء الحديث، عم نحاول نخليه يكون شيء بسيط متداول. يعني هلا مثلا ما حدا بيحب يحمل الترابيزه تكون كثير ثقيله. نعم. كله بيقول لك انا صعب علي هيك، عم نعمل اشياء صغيره عم نحاول نستفيد من الشغلات الحديثه تدخيل عليها الخشب والصدف. حتى التكلفة بتكون أعلى يمكن إذا كان طبعاً كل ما كان طبعاً كل ما كان الخشب الحجم الأساس، يعني الخشب المستخدم هو كمان بيلعب بالدور، نوع الخشب المستخدم يعني هو اللي بيلعب دور بسعر القطعة، لأنه معروف الخشب له أنواع كتير. يعني عندك خشب الجوز خشب الزان، هدول بيكونوا أفخر أنواع الخشب وأغلاهم، هن مع يعني هدول بيدخلوا ضمن صناعة الصدف لأنه هن اللي بيستحملوا الشغلات اللي بتشغل عليهم، لأنه الخشب متين وبيقاوم. بس نحن كمان دخلنا خشب الورد، دخلنا خشب الليمون،
هدول خشب السندل اللي هو ريحته حلوة كمان ممكن، بس نحن خشب الورد وخشب الليمون دخلناهم، بس دخلناهم بطريقة حديثة، ما عملنا منه قطعة كبيرة لأنه نحن ما عندنا شجرة ورد كبيرة تعطيني أنه أنا ساوي كنبة مثلا. بس أنا ممكن ساوي منها شنطة، ممكن ساوي منها علبة، ممكن ساوي منها أشياء صغيرة. بالضبط. هلا انا كنت بس بدي اسالها سؤال، اذا شايفين القصه انا كثير عم تذكرني ببلاد الشام بدمشق تحديدا، هلا صار في مطاعم بحاله بتقلك انا بدي الستايل كامل يعطيني هذا الطابع. بهالحاله هل انت الستايل كامل ممكن تستخدمي فيه ممكن. الخشب الاصلي ممكن. مع الصدف طبعا الاصلي طبعا. هلا نحن الخشب والصدف مرتبطين مع بعض، الخشب لازم يكون متين، اثنين اصلي لازم تكون تكلفة كتير عالية إذا أماكن واسعة. هي هلا نحن شو بنعمل مشان نخفف التكلفة؟ منقلل الصدف مثلا، لمسة الصدف تكون بسيطة. نعم. أماكن منكتر، أماكن منقلل. هي هون الخبرة والشطارة الديزاينر كيف إنه يعطيكي شيء ضمن التكلفة اللي أنت حابة تساويها. حتى نحن كمان طلعنا كفكرة كمان طلعنا إنه عملنا كوسترات صغيرة ممكن هونيك تشوفيها، كوسترات صغيرة ممكن تنحط باسم المطعم على الطاولات، يعني رحنا لمكان كتير بعيد انه انت بتفوتي على المطعم كل شيء صدف وخشب اذا حابب هو يكون هيك. حتى الكوسترات تبع الكاسات اللي بنحط عليهم الكاسات ممكن نعمل عليهم اسم المطعم او اللوجو تبع المطعم بينحطوا، يعني قطعة حلوة حتى الزبون وقت اللي بيشوفها بيقعد بدقق فيها، وخصوصي هون دبي كمان بلد مفتوحه للاجانب وكثير بيحبوا الهاند ميد وبيقدروا يعني كثير بيقدروا هالشغلات هي. يعني انت ممكن تستغلي هالموضوع انك تلفتي نظر الزبون اللي جاي لعندك على المطعم، وبنفس الوقت انت عم تعملي شيء جديده، شيء حلو، شيء مميز كمان، طابع لك انت وحدك يعني مو لحدا غيرك. طب سوسن انا قبل ما اسالك على الشنطه الحلوه اللي معانا دي، خليني اقول لك ملحوظه كده انا اخذت بالي منها، انه انا كتير محترمه الكونسبت اللي انت بتعمليه لانه صديق للبيئه. الخشب امر متجدد بعكس المعدن، المعدن انا لازم اروح اكتشفه ممكن يخلص، الخشب لا، الخشب شجر، انا هزرع الشجره تكبر هقطع الخشب هرجع ازرعها مره ثانيه. نفس الموضوع بينطبق على الصدف، انا ممكن اطلعه من البحر حاجات طبيعيه استخدمها. فكتير الكونسبت حلو ان هو شيء متجدد. دلوقتي كلنا بنلجا الى انه الاستدامه، وبنشوف مدن كامله عايشه بس على الطاقه البديله، فانا بحترمك على ده جدا جدا جدا. اما بقى سؤالي عن الشنطه الحلوه دي اللي انا من المره اللي فاتت عايزه عيني عليها، خليني انا كمان بحبها الشنطه. كلمينا، بياخد معاكي قد ايه وقت تصميم الشنطه؟ انت اللي بترسمي الديزاين مثلا، الاشياء البسيطه اللي فيها بتختاريها ازاي؟ هلا نحن بالبدايه هو تصميم الديزاين هو اللي بياكل وقت للصراحه، هو بيكون يعني اكثر جهد مبذول حتى انه نحن نقرر الشنطه كيف بدنا نعملها وكيف حيكون حجمها، كيف حيكون الاكسسوري اللي نحطه عليها، كل هالتفاصيل هي اللي بتاخذ وقت، انه بدك تنسقي كل شيء مع بعض. بنفس الوقت مثل ما حكيت بالبدايه انه نحن عم نستخدم ماده صلبه عم نطوعها، هذا التصميم هو اللي بياكل وقت معنا اكثر شيء. بعدين طريقه الشغل بتاكل وقت، بس انه بصير الشغل تلقائي. الشاب اللي عم يشتغل بيكون عارفان حاله شو بده يعمل تماما. صحيح. وبنفس الوقت بياكل وقت هذا الشغل، يعني تقريبا هي الشنطه اكله شغل شيء 20 يوم فينك تقولي 20 يوم 20 يوم. لانه في اكله مرتبه لانه في حفر خشب، في تنزيل الصدف بالخشب، حتى الصدف نفسه في له كذا مرحله بالتحضير مشان يتنزل بالمكان المناسب. بعد ما بنخلصها في عندنا مرحله التنجيد من الداخل، بناخذها كمان لورشه ثانيه بيعملوا لها تنجيد من الداخل مشان لما بتفتحيها بتكون شنطه. بالاخير في لها كمان عمليه البرداخ اللي بنعمل لها اياها مشان تاخذ هاللمعه هي وتطلع كلياتها سويه واحده. يعني هذا الشغل كله له وقته، بس كمان بنفس الوقت في عندنا وقت لبين ما نقرر نحن بالضبط شو بدنا نعمل على هالشنطه. صحيح. بعتقد كمان بثقافه الوطن العربي نحن شعوب محبين للخشب، يعني لما بدنا نيجي كمان للديكورات القديمه والاشياء القديمه ومقتنياتنا القديمه كنا نستخدم الخشب، يعني بالامارات بعتقد انه لليوم ما زال موجود المندوس.
مندوس عبارة عن صندوق مربع هيك وإله مثل لوك قفل وبينفتح فيه بيوضع فيه الصوغة والذهب والأشياء هاي. شقمقية إحنا يعني عليها شقمقية. مزبوط. وكانوا يزينوها يعني وما زالوا يزينوها بالدبابيس الدبابيس الهندية. لكن أنا سؤالي اليوم نحن كمجتمع عربي هل ما زلنا بنحن للخشب بالديكورات؟ هل التكلفة اللي بتحكي عليها سوسن هي ممكن تكون عائق لعمل ديكورات خشبية؟ هلا نحن خلينا نحكي بالتكلفة. هلا أنت إذا بتصفن كحساب تكلفة، أنا لما باخذ قطعة خشب ظريف مشغول عليها شغل حلو، شغل قيم، قطعة مميزة، قطعة فريدة من نوعها، خليني أقول أنا متميزة فيها، وبتحسب السعر اللي بدك تحطه حق كذا قطعة أنت عم تجددها لأن هي عم تخرب، يعني بتلاقي التكلفة نفسها. بالعكس هاي كمان أنا يعني أحسن لي أنه أقتني هيك قطعة، لأنه هدول القطع بيصير كل ما أدمت كل ما بتغلى، بالعكس بتصير أنتيك، عرفت؟ مزبوط. يعني هاي النقطة أنت إذا بتاخدها بالميزان بتلاقي لا أنا أحسن بكتير أنه أشتري هيك قطع، لأنها بتضاين بتصمد معي وبتضل للمتوارثة، يعني حتى كمان في عمرها بسعرها كمان. تمام. بس سوسن كأنه في مواد تانية أنت مدخلتيها مع الخشب غير الصدف، يعني مثل ما شايفين اللي على الشنطة من فوق حجر، وأنا شايفة في قدامك أشياء حلوة لو تفرجينا ياهن خبرينا عنهم. هي ضمن الأشياء اللي أنا قلت لك أنه أنا على طول بحاول جهدي أنه يكون الشغل متداول وممكن أنه الكل يستخدمه. هلا في عنا هاي قطعه بورتكلي هي معموله ومدخل عليها قطعتها الصدف هاي، ممكن هاي القطعه نحن نرسم عليها وش الشخص اللي حابين نقدم له اياها، ممكن اسمه اي شيء هو بيحب، ممكن نحن من خلال هالفسحه هاي الموجوده نعمل له اياها. كمان قطعه كثير حلوه بتكون في حجر، صح؟ طبعا في حجر العقيق كمان. هي قطعة كتير مميزة لأنه فيها حجر العقيق، ويعني حتى كمان الشكل تبعها كتير العالم بتحبه. ومثل ما حكيت لك كمان الفكرة أنه نحن الصورة أو الاسم أو التاريخ، إيه هي ده الميكس اللي أنت كنت بتحكي عنه من شوية ما بين الحضارة والحديث. تماما. أنا أهمي أنه على طول أعمل قطع الكل ممكن يستخدمها. نعم. كل واحد ممكن يعني حسب شو وضعه ممكن يكون عنده قطعة منه. نعم. شمين الريحة بالاستوديو أنتو؟ شمين ريحة بخور أو دخول؟ عنا هاي كمان على عيد الأم عملنا قطعة مميزة كمان على عيد الأم، هي عبارة عن سبحة وردة الياسمين. إحنا وردة الياسمين عنا كتير مميزة. نعم. يعني بس لتنذكر الشام لولاك الياسمين الشامي، عملناها كمان وحطينا لمرجان ولولو كمان. قطعة كتير حلوة. كتير حلوة وكتير ناعمة وكتير مميزة، وأكيد كل أم بتحب أن يكون عندها قطعة مثل حكايتها. صحيح. سوسن أنا سألت على الريحة اللي بالاستوديو موجودة لما أنا هلأ شميت وهي المدخن ما شاء الله. هي مدخرة دمسكينو. هلأ نحن بما أنه جايين على العيد عملت أنا شيء بيختص مشان العيد، مثلا عملنا علب للسويتات تبعت العيد، بنفس الوقت عملنا صينية الضيافة تبع العيد، حتى عملنا تبع المحارم اللي بتنحط وهيك. بالإضافة هون البخور كتير كل بيت بيحب يبخر وبيحب يعمل هالأشياء هاي، مشان هيك عملنا كمان مباخر. هاي المباخر كمان كتير عم تكون مميزة وكتير مطلوبة وحلوة بنفس الوقت. حتى كمان ممكن ينعمل عليها لوجو لحدا، يعني إذا حابب ماركة معينة ممكن يعمل عليها اللوجو تبعهم. كمان حلو، عم تضيف جو كتير حلو كمان، وتضيف ريحه كتير حلوه. ريحه كتير حلوه. بس انا عايز ارجع لك لجمله انت لسه قايلاها من شويه، انه حلو جدا ان كل ام يكون عندها حاجه بتذكرها بحكايتها. تمام. ارتباط بقى الانسان النفسي بالقطعه، انا بحسك انت عايشه ده طول الوقت. هلا انا هذا الشيء بعمله بالضبط لما بكون عم بعمل قطعه. انت مثلا طلبتي مني قطعه للوالده مثلا، خليني اقول أنا بحاول أفهم منك الوالدة شو بتحب، شو في شيء مميز عندها. أنا هاي القصص بحاول كتير أشتغل عليها، إنه أنت لما تكوني حابة تهدي شيء خصوصي وحابة يكون مميز وفعلا يكون ملفت، بعمل لك شيء بيناسبك تماما وبيناسب الشخص اللي أخذها. نحن هاي الشيء اللي مشتغل عليه. القطع اللي أنا بشتغلها لإلي طبعا بيكون فيها روحي أنا وتفكيري أنا وهيك، بس بنفس الوقت انا بحب اعمل فسحه بما انه انا عندي هالقدره هي اني انا اعمل شيء اللي بنفسه للواحد. صحيح.
بتواصل انا وياكي بشوف انت شو بالضبط بدك، بعطيكي شيء تطلعي بالاخير انت كثير مبسوطه، وعن جد حتى انت بما انه بيلامس شخصيتك وبيلامس روحك حتحبيه وما حتستغني عنه. حبيت جدا، وخصوصا انه الاحجار كمان كل نوع حجر بيعبر عن شخصيه معينه. حتى الاحجار الكريمه نحن عم نستخدم، يعني انا حاولت بالمسابح استخدم حتى احجار كريمه واستخدم احجار مميزه، يعني ما تكون احجار رخيصه. تفرجينا احنا مشتاقين يعني، وحابين نحن كثير حلوه ولطيفه. هاي شو كمان؟ هي مسبحه. اي بس قصدي شو الحجار؟ الحجر اماتيست هذول. هلا الاحجار حتى كمان خليني افيدك بشغله، حتى الاحجار انا بشوف انت شو من الحجر اللي بتحبيه. يعني انا عندي تشكيله، بس طبعا عندي كمان جميع انواع الحجار. في ناس بتحب الفيروز، في ناس بتحب اليسر، في ناس بتحب العنبر. أمجد بحب الفيروز، المسك، يعني اي حجر انت بتحبيه انا ممكن اعمل لك منه قطعه لك. وحتى كمان هلا في عندنا خطوه ثانيه مستقبليه حنطلع كمان ندخل فيه اعمق، يعني بهالشغل هذا حندخل بعالم الاكسسوري وهالقصص هي كمان. سوسن انا سالتك عن الطاولات الخشب. هي الطاوله الله شو حلوه، كيف الديزاين انت عاملاه؟ يعني فعلا مثل ما حكيت صراحه اشكال جميله، بس انا في سؤال بدي اسالك اياه. فاز كمان اذا بتلاحظ هي فاز بتتعلق، هي يعني تابلو مو قطعه، يعني مو قطعه بتنحط على الطاوله او شيء. هي تابلو بينحط على الحيط. صحيح. حلوه جدا الستايل اللي انت عاملاه والاختلاف والتداخل، بس انا دي القطعه اللي بالنسبه لي عمليه جدا واتمنى ان انا اقتنيها. مثلا يعني بنشوف دايما نوار انه عندنا في المنزل، مثلا بنجيب علب المناديل الورق اللي بتخلص بتترمي، بتعملي عندك نفايات كتير واللي شكلها مش مرتب واللي شكلها مش حلو، بتستحي قدام الضيوف والكلام ده. دي انا بشوفها قطعه عمليه وانا هبقى حابه جدا كل شويه اروح اخد منها منديل، عارفه اللي هو وانا بتبذير بالظبط. حبيت كمان الصدف اللي انت حطاها جوه، ستايل جديد. كلمينا بقى عن تصميم علبه المناديل. هاي الفكره، نحن حبينا ندخل شيء ثاني مع الخشب والصدف، شيء يكون عملي. هلا مثل ما تفضلتي الخشب ممكن انك انت طول ما عم تستخدميها تكوني خايفه كذا، هاي القطعه لا، عمليه كثير. حتى بالمنظر هي مفكريه ازاز، بس هي ما انا ازاز. نحن استخدمنا فيها هي ماده البليكسي، بس طبعا نوع كثير فخم. مش ازاز؟ لا مش ازاز. لا مش ازاز. ونحن ليش استخدمنا هي الماده، اعتمدناها بالضبط هي الماده؟ لانه هي تعطينا المنظر الخارجي اناقه الزجاج، بس بنفس الوقت نحن عم ناخذ قطعه خفيفه بالوزن. صح. لما بدها تكون ازاز بتكون كثير ثقيله. صح. ومش عمليه كمان. تماما. وبنفس الوقت دخلنا لها لمسه هالصدف هي الصغيره، اعطتها فخامه واعطتها اكثر رقي. خلينا نقول الصراحه سوسن شكرا لانك رجعتينا لايام كثير حلوه، وشكرا لانه عطرتينا للاستوديو الصراحه. انا عندي فضول شوف باقي القطع، بس شو رايكم نطلع بريك سريع ونرجع؟ يلا يلا تمام.